بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يقدم الضيوف للأكل ويقول لهم تفضلوا معكم بالرحمن؟ نعم، هذا يقول: ما حكم من يقدم للضيوف الأكل ويقول لهم تفضلوا معكم بالرحمن؟ نعم، يقول معكم الرحمن أو معكم الله، هذا دعاء، دعاء أن يكون الله معهم بتوفيقه وهدايته. الله جل وعلا مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فهو مع عباده كلهم المؤمن والكافر، معهم بإحاطته وعلمه، وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والرحمة والتوفيق، وهذه معية خاصة بالمؤمنين.